مفيش شك إن وجود الشباب في أي قطاع من القطاعات الحيوية اللي موجودة، سواء كان على مستوى يعني الدولة أو مستوى القطاع الخاص، بيكون ليه دور ودور فعل. علشان كده دايما ما بيتم المناداة برفع كفاءة الشباب وإعادة تأهيلهم. شليد هي واحدة من المبادرات الشبابية المهمة اللي بتلعب دور مهم ودور استثنائي في تدريب وتأهيل الفتيات في مجالات مختلفة لتعظيم الاستفادة من طاقتهم، وده من خلال مشروعات داعمة للتعليم الفني. ايه هي المبادرة دي؟ ايه هي شيليدز دي؟ هو ده اللي احنا هنعرفه من خلال النائب احمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة اللي موجود معانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير يا معالي النائب. صباح الخير صديقي العزيز الاستاذ احمد عبد الصمد، واهلا وسهلا بحضرتك استاذ هدير وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني معالي النائب، في البدايه عاوزين نعرف منك ايه هي شيليدز دي باختصار وايه اهدافها يعني؟ انا حاسس سعداء جدا ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق ان عام 2022 هو عام المؤسسات المجتمع المدني في مصر، واحنا بنتشرف انا ومجموعه من اصدقائنا ان احنا اسسنا كيان اسمه مؤسسه شباب القاده، دي خامس سنه لي على التوالي. اطلقنا اكتر من برنامج، منهم البرنامج الاخير هو برنامج شي ليدز هي تقود، والهدف منه ان احنا كنا عايزين نسلط الضوء على ملف مهم جدا هو الملف والمجال التعليم الفني في مصر، على اساس ان في ناس كتير للاسف بتبص للتعليم الفني نظره ضئيله جدا. فاحنا هدف المؤسسه ان احنا نغير النظره النمطيه لمجال التعليم الفني ككل. فكان غرض المؤسسة ان احنا نبحث عن القيادات الطالبات من خلال مدارس التعليم الفني، وده التعاون المثمر اللي حصل على مدار السنتين اللي فاتوا ما بين المؤسسة وما بين وزارة التربية والتعليم، اللي ادتنا الفرصة ان احنا نبقى متواجدين في كل مدارس التعليم الفني وبالاخص طالبات التعليم الفني، وكمان التعاون المثمر ما بيننا وما بين المجلس القومي للمرأة. ايه الهدف من برنامج شي ليدز؟ احنا عندنا يعني لما حضرتك كمان يعني وجيتوا معانا اكتر من مره الكاميرا بتاعت صباح الخير يا مصر ونزلتوا وشفتوا طالبات التعليم الفني بتقدم ايه، يعني بجد حاجه مبهره جدا، بس للاسف ما كانش يعني ده واصل لعدد كبير من اولياء امورهم ومن المجتمع ككل. من ناحيه ايه؟ احنا لما شفنا ان في اقسام كتيره ومختلفه داخل التعليم الفني زي الزخرفه، زي قسم الالكترونيات، الملابس، كل الاقسام المختلفه اللي بتخص التعليم الفني، الحرف اليدويه، قلنا خلاص احنا هناخد الطالبات الدراسه اللي بيدرسوها نحولها لفكره مشروع. وابتدينا نتفق مع احسن الشركات اللي موجوده في العالم عشان نقدر نعمل تقييمات للشخصيه، هل هي تقدر تشتغل مع فريق عمل ولا لا، هل هي تقدر تكون مؤثره، بتحقق نتائج على ارض الواقع، بتتاقلم مع الظروف ولا لا. فكل ده بيبقى استبيان بيطلع لنا تقرير نقدر ندي الدورات التدريبيه اللازمه لمجال مهم جدا هو مجال المشروعات الصغيره ورياده الاعمال. فالحمد لله قدرنا على مدار السنتين اللي فاتت نخرج نماذج مشرفة جدا من طلبات التعليم الفني، وبندخلهم في مسابقة. المسابقة السنة اللي فاتت اتعملت في المجلس القومي للمرأة، السنة دي اتعملت داخل وزارة التربية والتعليم، وكان الغرض ان الرسالة اللي كان الدكتور شوقي بيقولها ان احنا لا لازم كل واحدة تبقى فخورة اللي هي خريجة التعليم الفني. ومؤخرا الحمد لله سعداء جدا بالشراكة الجديدة اللي عملناها مع وزارة الهجرة، وكان الهدف الرئيسي منها ان معالي وزيرة الهجرة كانت مصممة جدا ان يبقى عندنا خبراء وعلماء المتواجدين في الخارج يقدروا يستفيدوا منهم البنات طالبات التعليم الفني. وده اللي حصل اول امبارح بالفعل، يعني شرفنا دكتور فيكتور رزق الله، هو عضو مجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، وادى نصايح كتيره جدا ازاي لما شاف، وهو كان سعيد جدا لما شاف وتقابل مع طالبات التعليم الفني عبر برنامج زوم، وسمع ان في بنات بتتكلم عن الطاقه الشمسيه، وسمع ان في ناس بنات بتتكلم عن جهاز عشان يقدروا ينقوا الهواء، وشاف ان في طالبات الحرف اليدويه ازاي قدروا يطوروها ويقدروا يطوروا في المجال ده، وكمان قسم الالكترونيات ان بدل ما نجيب شواحن من خارج الدوله المصريه، لا ده احنا عندنا طالبات هي اللي بتصنع الشواحن المصريه جوه في مصر. فتخيلوا حضراتكم ان احنا عندنا يعني كنز، الكنز ده كان لازم يبان، فده كان دور مؤسسات المجتمع المدني. لما سياده الرئيس اطلق ان ده العام الرئيسي لمؤسسات المجتمع المدني، فبيبتدي تسليط الضوء بيبقى اكتر واكتر. فالحمد لله طالبات التعليم الفني لما حتى تقابلوا مع وزيره الهجره ومع دكتور فيكتور حسوا ان مشروعهم لا دي مش فكره داخل المدرسه فقط لغير، ده هو وضح ان في المانيا
ان المانيا كلها قائمه مش على التعليم الجامعي، لا ده كمان على التعليم الفني. صحيح. فلما الطالبات تحس ان كمان في خبراء من موجودين بره مصر وبينصحوهم بيقولون لا كملوا مشواركم، كملوا مشاريعكم، كملوا شركاتكم، وتبتدوا تقولوا للمجتمع المصري انا طالبه وانا قائده في مجالي، هو ده الغرض الرئيسي من برنامج هي تقود. مردود اللي بيحصل ده على البنات ايه؟ يعني مساله انه نبتدي نعرف العالم كله والمصريين على وجه التحديد بمساله اهميه التعليم الفني وما يحدث خارج مصر من يعني اهتمام كبير بمساله التعليم الفني، مردود ده على الطلاب وعلى اسرهم عامل ازاي؟ هي كانت الصعوبه الاول يا استاذه هدير ان انت توضحي للناس ان لا اجيب يعني الاولياء الامور بالاخص ان لازم بناتك تتعلم جوه في المدرسه تعليم مختلف. بمعنى ايه؟ هو كان كل اولياء الامور الغرض منه ان يودي بنته تتعلم التعليم يعني ايا كان بقى التعليم في اي قسم من الاقسام، وعفوا في الكلمه بعد ما بتتخرج من المدرسه عفوا بتتجوز وبتقعد في البيت او تشتغل شغل اداري. اللي نجاح اللي حققته المؤسسه ان هي مش اشتغلت فقط مع الطالبات فقط غير، لا ده كمان اشتغلت مع اولياء الامور. لانه يعني احنا لا عايزين نغير المفاهيم دي، احنا بنتكلم على تمكين للمراه المصريه، بنتكلم على تنظيم للاسره، بنتكلم على مفاهيم كتيره مش هتيجي غير بمساله العمل. انا عايز اقول لحضرتك هي الدورات التدريبيه اللي بياخدوها مش فقط دورات بتخص ملف رياده الاعمال، لا احنا كمان بالتعاون المثمر ما بيننا وما بين وزاره التضامن الاجتماعي اشتغلنا على ملف مهم جدا هو صندوق مكافحه وعلاج الادمان. فحتى المشاهد هيقول ايه ده يعني الصندوق وطالبات، في نسب من البنات على مستوى المحافظات بيبقى في نسب تعاطي، فتخيلي بقى حضرتك ان البرنامج كمان مش بيخص رياده الاعمال وحتى فقط، لو هي ما تعرضتش لده هي بعد كده مسؤوله عن اسره كامله لازم تكون مدربة ازاي تتعامل في هذه الحالات. ده انا كنت لسه هوضح لحضرتك بالفعل هو مش كل الطالبات طبعا، يعني في نماذج طبعا ما لهاش اي علاقه بموضوع المخدرات، بس زي ما حضرتك وضحتي ان في يوم من الايام ان خلاص هتتعرض ان ممكن ولادها في يوم من الايام ان شاء الله لما يكبروا ممكن يتعرضوا لحاجه زي كده. طب بالنسبه كمان ان الدوله المصريه اتجاهها دلوقتي في مشكله الزياده السكانيه، فمن صغر الطالبات احنا كمان في برامج الوزاره المختلفه زي برنامج موده اللي هي لما ان شاء الله قدامه وهتكبر على الجواز، فالقصه كلها عشان تقدر تكون هي قائده بمعنى الكلمه هي لازم تكون قائده في اكتر من ملف ويبقى في توعيه في اكتر من ملف. واللي اكتر من ده المجلس القومي للمراه معانا بالتعاون المثمر في حمله ال 16 يوم اللي موجوده على مستوى العالم بندي لها ملفات معينه عشان نقدر نعمل توعيه كامله. طب كل ده بيتعم عشان برضو المشاهد يبقى عارف طب ايه اللي بيتم في الاخر. كانت مشكله البنات ثلاث حاجات، لما كانوا بيقولوا زمان احنا عندنا افكار بس ما حدش بيشوفها، دلوقتي الدوله ممثله في وزاره التربيه والتعليم، مجلس قومي للمراه، وزاره التضامن، وزاره الهجره، الساده الوزراء بيكونوا موجودين كاعضاء لجنه التحكيم بنفسهم عشان يشوفوا في المعرض بتاع البنات بعد ما خلاص اتعلموا المشاريع وتعلموا يبقى في منتج فعلي موجود على ارض الواقع بيبتدوا يبيعوا فكرتهم للساده الوزراء. طب ده الشق اللي موجود داخل القطاع الحكومي. طب الشق الثاني مين اللي بيصرف على الكلام ده؟ القطاع الخاص. وده لانه مهم جدا ان الموضوع المثلث التنميه ان القطاع الخاص لما يبتدي يدعم زي ما حضرتك لسه هتوضحي ان يبتدي يدعم الدعم المادي. صحيح. وهو دي بتكسب في مسابقه وبتاخد تمويل مبدئي عشان تقدر تكمل المشروع بتاعها. طب التدريبات دي كلها دي مش ناس موجوده متطوعه بيدي العمليه التدريبيه، لا دي شركات كبيره وشركات ضخمه هي اللي بتدي العمليه التدريبيه على مدار 7 شهور على مدار السنه عشان نقدر نقدم للمجتمع المصري نماذج كفء في رياده الاعمال، وكمان نقدر نقول له النظره اللي حضراتكم كنتوا بتبصوها للتعليم الفني لا ده احنا بنخاطب الاهالي كمان ان انتوا كمان ان اي حد هيخش من ولادكم من بناتكم بالاخص اي مجال لا فكر في التعليم الفني، فكر في الصنعه، فكر في الحرفه، فكر في عالم الالكترونيات اللي دخل جديد والمدارس التكنولوجيه اللي ابتدت وزاره التربيه والتعليم تفتحها في اكتر من محافظه. فالحمد لله احنا السنه اللي فاتت ابتدينا نشتغل على محافظتين، السنه دي معانا ما شاء الله 6 محافظات منهم طبعا المنيا ومنهم بني سويف. فتخيلي بقى حاجه احنا السنه دي ان شاء الله في قلب صعيد مصر عشان نقول للاهالي واولياء الامور ما شاء الله التعليم اللي بناتك بتتعلمه هو مش تعليم وخلاص، لا ده تعليم بجد وصنعه بجد. صحيح. ومجال محترم العالم كله بيحترمه. كويس ان الحمد لله بقى لنا فتره
ان القياده السياسيه مهتمه بمجال التعليم الفني، ومهتميه ان برنامج محترم زي صباح الخير يا مصر لما بيسلط الضوء تاني. يعني انا بشكركم ان انتم دايما بتتابعوا اخبار المؤسسه، مش كشباب القاده، انا كنت لسه سامع ما شاء الله المشروعات الاخرى من مؤسسات المجتمع المدني بيقدموا ايه. هو ده لما اي مواطن يسمع دلوقتي حضراتكم ويسمعنا من خلال صباح الخير يا مصر ويقولوا ان ادي فعلا التعليم الفني بيعمل ايه، ادي مؤسسات المجتمع المدني بتقدم ايه، فهو ده التكامل ما بين السلطه التنفيذيه الممثله في الوزارات. فكره المعالي النائب تغيير النظره اللي كانت موجوده بشكل عام للتعليم، ان هو التعليم هو تعليم ثانوي فقط، احنا بنغير النهارده الشكل وفي استراتيجيه جديده موجوده للتعليم الفني. النائب احمد فتحي، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسه شباب القاده، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وان شاء الله قريب نبارك لك بوصولك لكل محافظات الجمهوريه.